اليوم معي ناتالي ياغيبي ايت سمارت. موضوعنا له علاقه بسلامه الاكل وكيف ممكن نتجنب التسمم خاصه هلا بطقس الصيف وبدايه الشو. بونجور ناتالي. صباح الخير. كيفك اليوم؟ سافا وانت؟ يعني هيدي اي ثينك كل واحد بحاجه يعرف مزبوط هالمعلومات، خاصة يمكن الأشخاص اللي كبار بالعمر واللي عندهم أطفال. مظبوط، مناعتهم أخف أضعف من غير أشخاص. أكيد التسمم الغذائي بيصير أكثر بالصيفية لأنه الحرارة بترتفع وبتصير الجراثيم. عم نحكي نحن عن التسمم الغذائي اللي سببه أكيد جراثيم أو حتى أنواع من فيروسات. هلأ في كتير إشياء فينا نحن بالبيت وقت اللي نظهر المطعم ننتبه لها كرمال قدر المستطاع نتجنب هالمشاكل هاي. يعني التسمم الغذائي موجود وين ما كان بالعالم. نعم. وكل سنه في ملايين من الاشخاص ممكن انه يتعرضوا لهالمشكله هاي، ولكن ما بنحب نكون نحن واحد من هالاشخاص. اول شغله بدنا ننتبه لها هي وقت اللي بدنا نظهر وناكل برات البيت. هلا مفروض انه يكون بالمطاعم في معايير معينه عم تطبق. أكيد. معايير سلامه الغذاء، بس اهم شغله اهم نقطه لازم ننتبه لها هي المي والثلج اللي اذا كنا على البحر او كنا يمكن موجودين بمحل ما عنده بركه كل المعطيات انه يقدر يامن سلامه غذائيه، ننتبه على المي وخاصه على الثلج. نحن كثير اوقات بنطلب يمكن مشروبات بنطلب معها كبايه ثلج. لازم نكون اكيدين انه هالثلج هيدا مش هو مي وسخه، او بالاحرى نتاكد انه هيدي مي نظيفه نحن عم ناخذها وقت اللي مي نطلب شرب. مي تشرب ما تكون ملوثه، لانه معظم الاوقات مصدر التلوث في يكون عم بينتقل. يعني هيدي من اهين الطرق يمكن الواحد مزبوط. يتسمم يمكن ما بناكل خضره نيه، يمكن ما بناخذ غير اشياء لحوم نيه، بس يمكن اخذنا مي منا كثير نظيفه. فاذا ننتبه على الثلج، يعني قدر المستطاع نحاول انه اذا منا اكيدين من المطعم ما ناخذ ثلج، ناخذ يمكن مشروبات مبرده بدل ما نضيف هالمي اللي نحن مش اكيدين انها مزبوط نظيفه 100%. نقطه كمان مهمه هي تناول اللحوم النيه. نحن ب مطعمنا اللبناني في كتير مأكولات نية، خاصة عم نحكي نحن هون عن اللحم النية. اللحم النية هي من أكثر مأكولات ممكن أنه تنقل مشاكل صحية. أكيد عم نحكي نحن حتى هون عن أنواع من الإيباتيت، من فيها تعمل لكينا إيباتيت، فيها تعمل إسهال، فيها تعمل كتير مشاكل. فإذا ننتبه انه اللحم النية حتى اذا كانت طازة، كثير اوقات بنقول هيدا اللحمة طازة ومن مصدر موثوق، الجراثيم ما بتعرف اذا طازة ولا لا. الجراثيم موجودة، دونك ننتبه قدر المستطاع نتوقع اللحوم النية. دونك هيدي نقطة كثير اساسية. بعدين مش بس انه مصدر اللحوم، كمان كيف المطعم عم بيحضر هاللحمه وكيف عم تنتقل من هالمصدر الموثوق فيه. مزبوط. لصحنا. مزبوط. في سلسله يعني لازم في سلسله 100%. مشان هيك وقت اللي تنطبخ بصير في ريسك اقل. وقت اللي اللحمه تكون مطبوخه منيحه، وقت اللي تكون سخنه بتكون الريسك تبعها اكيد بيكون اقل، خاصه وقت اللي نحكي عن لحمه مطحونه مفرومه. هالانواع من اللحمه مثل بالكبه وبالكفته هولي يعني ميليو كتير مهم لا تكاثر البكتيريا. فإذا ننتبه نتجنب اللحم النية قدر المستطاع. شغلة كمان أسماك النية. الأسماك النية، هلا الأسماك النية كمان مثل اللحوم كمان هي معرضة إنه هي عرضة بالأحرى لهالبكتيريا هاي، خاصة إذا كان تأس كتير مشوي. عادة المأكولات أول شيء لازم الشخص اللي عم بيقص اللحمة وعم بيشتغل باللحمة يكون إيدين ضاف. أكيد. ما يكون هو عم بينقل بعض الأمراض. نقطة تانية هي الحرارة، بالصيفية الحرارة أعلى والبكتيريا بتكون بالميليو تبعها أكتر شيء هي بترتاح فيه. دونك قدر المستطاع نتجنب تناول المأكولات اللي صار لها أكتر من ساعة برات البراد. واكيد تكون عم تنحفظ بمحلات بارده. يعني وقت اللي بنحكي عن السمك الني عاده السمك الني سوشي قبل ما
يتقدم لازم يكون في معايير معينه لازم تتطبق على السمك الني. السمك الني لازم يتفرز قبل ما يتقدم، لانه في بعض انواع من الورمز، في نوع من البكتيريا او الدود اللي ممكن انه بس نفرزها بطل موجوده. دونك هذه الشغله الوحيده اللي بتموت على حراره كثير واطيه بالفريزر. دونك هول الاشياء مهم كثير انه المطعم او محل ما نحن رايحين يكونوا عم بيطبقوها. اذا منا اكيدين من المصدر افضل نتجنب، اكيد يعني دائما ما نقول يلا معلم ناخذ ريسك شو راح يصير لنا مره واحده اكلنا هذيك المره ما صار شيء. اذا منا اكيدين وعندنا شك بانه اكلنا منه سليم بلاها افضل. شو رايك نتالي بالبوفيهات؟ يعني ايمات كثير بنروح على مطاعم او حتى على البحر او حتى بعرس يمكن وفي بوفيه، يعني الاكل معروض على الطاولات لمدة مهمة. مزبوط. يعني الأكل هلا الأكل مطبوخ نص نصيبة، بس إذا في مثلاً حتى إذا سوشي أو أشياء نية. مزبوط. عادة المطاعم والكيترز بينتبهوا لسلامة الغذاء، بيكونوا عم بيحترموا النظام اللي لازم يتبعوه كرمال تا يتجنبوا أكيد تسمم غذائي، لأنه بالنهاية هني إذا صار أكيد. حدا بهمهم. مزبوط بهمهم هالشي. عادة معظم الشركات اللي بتتعاطى بيها الكيترينج هي بينتبهوا لهالديتايات هاي. هلأ في إشياء أوقات ما بنقدر نسيطر عليها مثل يمكن البرغش يمكن الدبين، دونك عادة نتجنب يمكن المأكولات اللي صار لها أكثر من ساعتين قاعدة بالشوب بدون ما تكون مغطاية، منا مبردة ببرادات مخصصة، خاصة وقت اللي نحكي عن البوفيه. المأكولات السخنة عادة لازم تضلها سخنة، يعني إذا طبق سخن أكلناه موجود يمكن على البوفيه لازم يكون بويلينج، يعني لازم يكون عم بيغلي. هيدا الطبق اذا سخن ما في مشكله عاده وقت اللي نغلي الماكولات بيصفي الريسك اقل. بينما السلطات هي يمكن معرضه لانه بتكون حرارتها فاتره بالحراره اللي ممكن انه تتكاثر فيها البكتيريا. بس برجع بقول اذا ما صار لها زمان واذا محطوطه بمحلات مبرده ما مفروض يكون فيها مشكله. هلا بالبيت نحن كمان بالصيفيه بدنا ننتبه انه صرنا هلا صار شي خضرة وفواكه كتير، صرنا ما بقى نعرف إذا لازم ننظف بالصابون، نغسل الخضرة بالصابون، نعقمها، ملح، شو لازم ولا. دونك أنا اليوم جبت معي ملح وخل، يعني قدر المستطاع لازم نفضل التعقيم أو تنظيف الخضرة والفواكه بالأشياء الطبيعية. أكيد. من أهم الأشياء اللي عادة عنا إياها هي الخل الأبيض والملح الخشن. هلأ في بعض أنواع من بكتيريا ما بتموت لسوء الحظ حتى مع الملح وحتى مع الخل. واو. بس منكون نحنا عم نوطي أدى المستطاع الريسك، يعني بالنهاية نحنا عم نخفف الخطر الإصابة. مشان هيك الخل نحنا عادة بس نحط الخل منحط خل، ما بنعرف قد ايه عم نحط، منكب خل ومنكتر مي. دونك مهم كتير ميتنا تكون نظيفة أساسا وقت اللي بدنا نحط خل تنظف الخضرة، خاصة وقت اللي عم نحكي عن الخضرة اللي يمكن رح نتناولها نية رح ناخدها نية. لازم الديلوسيون أو قديش كمية اللي نحن عم نحط هالخل بالمي، لازم تقريبا لكل مثلا كباية خل نحط 3 كبايات مي تتكون هالكونسنتراسيون او هالمعيار هيدا يكون كافي كرمال تيخفف قدر المستطاع البكتيريا. برجع بقول في بعض البكتيريا لازم نحط لها خل فقط. واو. يعني ما نعمل لها ديلوسيون تتروح، وخاصة عم بحكي عن الخضرة اللي عادة بتطلع قريبة كتير عن الأرض والتراب ممكن إنه هو يكون عم بيلوثها. قد ايه وقت بدهم يقعدوا هالخضرة؟ عادة لازم نحط الخضرة إذا بدنا نحكي عن الخل بين 5 و10 دقائق ونرجع. وهون شغلة كتير مهمة، المي اللي عم نفوح فيها تكون نظيفة، لأنه مش مية حنفية. إذا المية الحنفية أكيدين منا 100% إنها نظيفة ما في مشكلة. بس إذا مش أكيدين من المي أفضل إنه تكون مية شرب أكيدين منا 100%، لأنه بالنهاية نحن إذا نظفنا بالخل مع المي ورجعنا بعدين ضفنا رجعنا شطق فوحناها بمي وسخة ما عملنا شيء. نفس الشيء بالملح، الملح عادة كمان وقت اللي نحكي نحن بنعرف إنه منكبس بالملح وبالخل لأنه بيخلي هالمأكولات تضاين لفترة أكتر. هلأ الملح وقت اللي بدنا ننظف الخضرة بالملح مهم كتير إنه تقريبا لكل كباية مي نحط لها حوالي 4 ملاعق
من الملح، 4 ملاعق صغار من الملح، 4 يعني اذا بدنا نقول تقريبا 2% من المي اللي نحن عم نستعملها تكون معموله من الملح. انا جبت هون معي ملح خشن، ملح الخشن فيه يمكن مواد مضافه اقل من بقيه الانواع. دونك نحن هون عندنا كبايه، هالكبايه بدها تقريبا 4 ملاعق من الملح، هي كميه عالية. وللأشخاص اللي بيكون عندهم يمكن بدهم ينتبهوا على كمية الملح، لازم يتجنبوا كمان الغسيل بالملح، لأنه بيكونوا عم بيدخلوا على أكلهم كمية ملح. دونك هون أكيد بدنا نرجع نفوح بمي نظيفة. بمي نظيفة. نعم. هلا في كمان عنا أكيد ال كلورين اللي ممكن انه نعمل سيريليزاسيون فيها على الخضرة، اللي هي بليتش عادة، وهيدا النوع من الأقراص اللي بنشتريه عادة بالسوبر ماركت. مهم كتير انه نكون عم نحترم هني كيف قايلين الدوزاج تبعهم، بس هن بيقولوا انه الواحد ما يفوح من بعدها لانه في ريسك انه المي تكون ملوثه، كرمال هيك بيقولوا انه ما لازم نفوح، لانه المي اذا ما كانت نظيفه ممكن هي ترجع تلوث الماكولات. هلا يعني عاده هالاشخاص اللي عندهم مناعه ضعيفه افضل انه ما يرجعوا يفوحوا بالمي. عم بحكي انا هون عن اشخاص مناعتهم كثير واطيه أكيد. بالمستشفى الى اخره، عاده ما بيرجعوا بيتفوحوا بمي معينه. نعم. دونك اذا مثل ما شفتي هون المي مع الملح بدها وقت تدوب. نحن معظم الاوقات بالبيوت ما بنفكر بالعيار مزبوط، بنكب كم شيء ومنحط بكميه ممكن ما تكون كافيه، يمكن ما تكون كافيه. نعم. ونقطه كمان كثير مهمه، وقت اللي نشتري البطيخ، وقت اللي نشتري الشمام، عاده الشمام والبطيخ بنقول اوكي هدول لهم قشرتهم مش رح نغسلهم، مش رح نغسلهم، خاصه اذا عم نعمل بيكنيك كمان مهم كثير انه نقصهم دغري. فوالا هيدي نقصهم نغسلهم منيح بمي وصابون، ما دغري نشتريهم ونقصهم، لانه ممكن نحن عم نقصهم ندخل البكتيريا اللي موجوده برا ندخلها من خلال السكين وايدينا كمان 100%. معلومات كثير مهمه ناتالي، ثانك يو. رح ناخذ بريك مشاهدينا ومن بعدها get fit.